واحترنا في الشيخ الدد، وهو من الاخوان، هو من السلفيين، هو سلفي على في العقيده، اخواني على صعيد الحركه، يعني من الجانب الحركي، قريب من التبليغ. ما انت يا شيخ محمد ومن انت في من هذه الزاويه؟ انني من المسلمين. كلنا من المسلمين كما قال الله تعالى. بس التصنيفات اليوم صارت اهم الاسلام للاسف. يعني لكن انا لست اهم عندي من الاسلام، انا مع كل الساعين للخير ومع كل الداعين الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف قدري واعرف انني دونهم جميعا. سياسيا انت من الاخوان المسلمين؟ لا، انا سياسيا مع التوجه الذي ارى انه اصوب. من هو التوجه الاصوب برايك؟ يختلف اختلاف البلدان. انا عندنا في موريتانيا تارة اكون مع المعارضه وتارة اكون مع النظام وتارة اكون مع. متى كنت مع النظام؟ في بعض المواقف اكون مع النظام ضد المعارضه كثيره. اي نعم، لان الشيء الذي ارى ان معارضته مجرد امر صوري او امر سياسي ليس يخدم البلد. ما سوى خص الحلقه الثانيه الحديث حول الحركات السياسيه. على صعيد العقيده انت سلفي. اي نعم، هذا لا نقاش فيه. اي نعم، لكن سلفي لست متشددا ايضا. بمعنى اني اعرف ان كثير من الناس ما يفهم هذه المذاهب، فيظن ان السلفي اطار معين ما يمكن ان تتعداه ولا ان تخرج منه ولا ان تتجاوز ما قاله السابقون ابدا، ويظنون ان هذه امور قطعيات كلها، وهذا غير صحيح. العقيده فيها قطعيات، وهي امور الوحي وامور الاجماع، وفيها اجتهاديات. الاجتهاديات ما يلزم ان تتمذهب فيها اصلا، يمكن ان تكون من هذا المذهب ولكن مع ذلك يترجح لديك خلافه في مساله، مثل المسائل الفقهيه تماما. انا قد اكون مالكيا في المذهب الفقهي، لكن مع ذلك يترجح لدي المذهب الحنبلي في بعض الجزئيات، ترجح لدي المذهب الشافعي في بعض الجزئيات، وبعض الأحيان المذهب الحنفي، وبعض الأحيان المذهب الظاهري أصلا. كلها بحسب. نحن في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشيخ محمد رائد لمدرسة كبيرة وهامة جدا، وأصبحت تسمى باسمه، يعني حتى أنه تسمى الوهابية. واليوم تستحضر الوهابية بغرض، يعني في الصراعات الدائرة سواء بين الشيعة والسنة، بين المسلمين وغير المسلمين إلى آخره. ماذا ترى إسهام هذه المدرسة برمزها الأول طبعا ومؤسسها الشيخ محمد، كيف ترى إسهامها؟ بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، جاء في وقت كان الناس بحاجة إليه، وبالأخص في نجد، فجدد الله به كثيرا من عرى الدين التي كان الناس فرطوا فيها، وأخذ باجتهاده في زمانه بأمور لو عاش هو لغير اجتهاده في بعض الأمور، لأن التعامل كان في ذلك الوقت. ترى هو أميل للتشدد أم لا؟ مع بعض الناس يميل للتشدد، ومع بعضهم يميل للتساهل. كان يميل لتأليف القلوب مع بعض القبائل العربية ورؤساء القبائل. وجاءه مرة شيخ من شيوخ القبائل وكان يستعمل الدخان، فجلس في مجلس الشيخ ودخن. لا ما دخن، لكن سقطت العلبة أو التدخين، الصندوق حق التتنة. إيه؟ فاستحيا أن يأخذها من مجلس الشيخ، فالشيخ أمر أحد طلابه أن يلحقه ويعطيه هذا، فلما لحقه وأعطاه كان الرجل عاقلا، فرجع للشيخ قال له هذا يجوز شرب الدخان؟ قال له لا ما يجوز. قال له ليش أرسلتها إلي؟ قال لأنك تظن أن ما نفرق بين المنصوص والمستنبط، في فرق بين ما حرمه الله نصا وما كان تحريمه استنباطا. له قصص أيضا أخرى مع بعض المتشددين من طلابه كان يقمعهم. هل ترى اليوم مرة من المرات كان يقرأ عليه فتح الباري للحافظ بن حجر؟ فالحافظ بن حجر كان أشعريا رحمة الله عليه في بعض المواقف، فجاء تأويل صفة من صفات الباري جل جلاله. واحد من طلاب الشيخ صرخ قال هذا ما يجوز، هذا مخالف للعقيدة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال له اسكت، ما أنت إلا كالذبابة لا تنزل إلا على القدر، تسمع العلم الصحيح من الصباح إلى الآن ما علقت. فلما جاء قدر خطأ واحد